السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله يا جماعة بنصور عند الفراخ الكبيرة اللي انتم شايفينها ديت. احنا الصبحية طالعين نعلفهم طبعا، وإن شاء الله هنلم الرز ده مع بعضنا، وهنقول لكم على شوية حاجات مهمة لازم تعملوها عشان الناس يا جماعة اللي هي بتقول الفراخ عندي بتموت، عندي ما تيجي تبيض بعد ما بتبيض بشهر بتموت مني. فعلا الكلام ده فعلا يا جماعة حقيقة كان بيحصل معايا الموضوع دوت. ان شاء الله انا هقول لكم على شوية حاجات بإذن الله لو اتبعتوها بإذن الله الفراخ هتبقى عندكم تبقى كويسة جدا يا جماعة، وإن شاء الله مش هتموت منكم وبإذن الله تبقى كويسة. قبل ما اخش الفيديو يلا كلكم تعملوا لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه. يلا نسمى الله ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه يا جماعه هنعلف الفراخ معانا مع بعض كده. هتشوفوا طبعا علف الفراخ ايه. انا كنت الفيديو اللي فات عملت اكل بيتش، كان في رز وفي عيش وفي خضار وفي حاجات كتير من الاكل البيت اللي هي بتاعت البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل خلطه مختلفه، يعني شويه هي مش خلطه يعني هي حاجه طبيعيه. هي عباره عن ايه؟ اهي يا جماعه دوت عيش مدشوش اللي معايا ده، ده عيش مدشوش وعليه دش بسيط مش كتير عشان الفراخ ما تلاقيش منك، وعليه ايه تاني؟ على رده. الرده حلوه برده يا جماعه، فكالسيوم حلو للبيض. الناس اللي هي بتشتكي من القشره اللي هي تبقى الرقيقه ديت، وفيه اللي هي البيضه برش دي يا جماعه، الرده دي حلوه يعني حلوه جدا وفي فوائد كتير للفراخ عندي. هقول لكم الرده هي ايه لان في ناس كتير مش عارفه يعني ايه رده. الرده يا جماعه يمكن الناس اللي هي يعني متابعانا وعارفانا، وفي ناس كتير عارفه يعني ايه رده، في ناس مش متابعه ويمكن مش مصريين بيسالوا يا جماعه يعني ايه رده. الرده دي يا جماعه اللي هي بتبقى ايه؟ نخله القمح اللي هي بتبقى الغله، هي ديت الرده. انما السرس هوريه لكم ان شاء الله يعني علشان برضو تشوفوه، لان الناس كتير قالت ورينا السرس. هوريه لكم يا جماعه. هو المفروض يبقى الخلطه دي عليها سرس، لان السرس كويس برضو للبيض. فان شاء الله الحلقه الجايه هعمل لكم برضو عن السرس. خلاص لسه في مكون يا جماعه، ده اهم مكون برضو عشان الناس اللي هي بتشتكي برضو من القشره الخفيفه. المكون ده عباره عن ايه؟ اهو هوريه لكم. ده الصدف يا جماعه، ده الصدف ده حطوا لي البط، حطوا لي الفراخ، حطوا لي الحمام، اي حاجه عندك. هناخد برده منه كبشه كده، هنقلبها على الخلطه دي اهي، كبشه بسيطه كده ونقلبها. الصدف ده يا جماعه يعني يعتبر رخيص جدا، ما هوش غالي، الكيلو بجنيه بس فوائده كتير جدا. يا ريت تحطوا منه للبط علشان نقص الكالسيوم اللي بيبقى عندهم، وتحطوا منه للفراخ، ده كويس جدا للبيض، بيخلي الفراخ تبيض معاكي كويس. برده لو انت عندك حمام حط الحمام منه، اي نوع من انواع الطيور حط الصدف ده يا جماعه، من جهه ان هو بيخلي الفراخ عندك او الحمام او البط بيبيض معاكي كتير، وبتبقى القشره بتاعه البيض سامكه وحلوه. عشان الناس اللي هي اشتكت بس يا جماعه من القشره الرقيقه بتاعه البيض او البيضه اللي هي بتبقى بريش ديت اللي هي بتبقى عباره عن جلده خفيفه دي، الصدف ده كويس له. في ايه تاني؟ في املاح وفي فيتامينات، بنحط برده منهم للميه، سوى للفراخ سوى للحمام سوى للبط. الاملاح والفيتامينات كويسه جدا يا جماعه برده عشان الموضوع ده. ما تنسوش برده الكالسيوم يا جماعه بيجي من عند البيطري، ده حلو قوي. تمام، وان شاء الله الحلقه الجايه هيبقى فيه برده يعني في مفاجاه فيها حلوه كويسه جدا للناس اللي هي بتشتكي من قله البيض عند الفراخ، سواء في الفراخ في الحمام في البط في اي حاجه. المكون ده يا جماعه ان شاء الله انا هقوله لكم، استنونا في الحلقه الجايه باذن الله. عشان الناس اللي هي عندها الفراخ قطعه من زمان وما بوظتش دي، باذن الله يا جماعه هتخلي العنقود معاكي او الفرخه معاكي تكون عنقود وتبيض معاكي على طول. تعالوا بس الاول يلا نعلف الفراخ ونحط لهم العلف ياكلهم. حابه بس يا جماعه يعني انبهكم بحاجه مهمه، الناس اللي هي بتقول الفراخ عندي بتموت عندي ما بتيجي تبيض، هو ده شيء طبيعي يا جماعه، ده كان بيحصل عندي برده زي زيكم. مفيش اي حاجه، هو فعلا الموضوع ده بقاله كام سنه بيحصل. فانا يعني بتفادى بايه؟ انا دايما بطهر المكان زي ما انتم شايفين كده، بنضف على طول المكان وجايبه شكاره جير زي اللي انتم شايفينها ديت، دي بتبقى موجوده عندي على طول. الشكاره دي بتخلص بجيب غيرها، اهو ده بتاع المزارع يا جماعه.
داجر مطفي بتاع مزارع، يعني هو خاص للطيور. دايما على طول بنظف المكان وبطهر بالجير، سواء للحمام سواء للبط، في اي مكان دايما بطهر بالجير. زي ما انتم شايفين لسه الجير في الارضيه اهوت. ايه اللي انا بعمله تاني؟ ده اللي انا بعمله يا جماعه. ايه اللي انا بعمله تاني؟ الميه الشرب بتاعتهم عندي البتادين. يمكن انا كنت قلت لكم على الموضوع ده قبل كده، بس لقيت في ناس بس يعني برضو لسه بتسال في الموضوع دوت. بنجيب البتادين اللي هو بيبقى بتاع البيج من الصيدليه، البتادين اللي هو المطهر للجروح والحاجات ديت. عندك كريت لميه بتحط على سنت او 2 سنتي بالكتير، يعني ما تكترش اكتر من كده. الموضوع ده بتكرريه مرتين في الاسبوع. البتادين ده يا جماعه، البتادين ده مطهر، بيطهر اي مكروب في معده الفرخ. ده اللي انا ماشي عليه على طول ما شاء الله. انا يمكن من يوم ما عملت الموضوع ده يا جماعه ما شاء الله، يعني ما عادش بيحصل اي حاجه عندي من اللي كانت بتحصل ديت الاول. بس عشان الناس اللي هي سالت وقالت انا عندي الفراخ بيحصل لها كذا كذا، هو ده الحل يا جماعه. ده اللي انا بعمله. هو الاول احنا كنا بنجيب اللي هو بتاع التحصين بتاع الانفلونزا الطيور ده، بس ما كانش بيعمل اي حاجه خالص. كنا بنجيب وبنحقن ونعمل، بس كانت برضو في كل سنه في ميعادها كانت بتيجيش. فهو ده يا جماعه اللي انا بعمله، علشان الناس اللي هي بس بتسال بتقول التحصين اللي انت بتحطيه والحاجات دي كلها، هو ده اللي انا بعمله. والاول والاخر ربنا هو اللي ايه الحافظ. بس في حاجه ثالثه برضو يا جماعه حابه اقول لكم تستفادوا منها، الناس اللي هي بتستهون بالثوم والبصل والليمون ده يا جماعه، حابه اقول لكم ما تستهونوش بالحكايه ديت. ده البصل والليمون والثوم دوت دي يعتبر اقوى رفع مناعه للفرخ واقوى مضاد حيوي للفرخه عندك، ده كويسه جدا. انا كنت برضو يعني كان حصل عندي موضوع اللي هو كان الفيروس ده اللي كان بيجي كل سنه دوت او الشوطه ديت، كان فعلا كان جات، كان عندي شويه طيور شامورت ما شاء الله، كنت كل يوم يوميا اعمل لهم توم والبصل والليمون بسم الله ما شاء الله. يعني هقول لكم يمكن هو ده اللي خلى شويه الشامورت اللي عندي دولت يا جماعه عدوا منه. توم والبصل والليمون ده كويس جدا، ويعتبر لوحده ده علاج مضاد حيوي وطبيعي. يعني يا ريت كلكم تعملوا الموضوع ده مره او مرتين في الاسبوع، ده يعتبر كحاجه وقائيه بس للفرخ، وفي نفس الوقت مغذيه وبتخلي الفرخ معاك يشيل لحم، وكويسه جدا. يلا يا جماعه بقى بعد ما خلصنا علف ونظفنا المكان وشرحت لكم شويه المعلومات اللي هم ديت، يلا نلم البيض بتاعنا النهارده. نسمي الله كده وننم ونشوف الحصاله بتاعتنا. يلا نلم البيض بتاعنا النهارده ونشوف الحصاله بتاعتنا ان شاء الله فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنسيب الجرجل دوت تعالى من الفرخه اللي فيه البيض، ونروح هناك عند القفص. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا جماعه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفين هي بضت ولا لسه. يلا يا جماعه نسمي الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونلم البط بتاعنا. ديت العدايه يا جماعه، ده بتاعه البط اللي شايفينها جوه ديت، علشان بس الناس اللي هي كانت بتسال بتقول طب ما انت حاطه الفراخ مع البط اهوت. الفراخ يا جماعه عارفه مكانها والبط عارف مكانه، يعني ما شاء الله كل حاجه بتبيض في مكانها. فموضوع الفراخ هنا مش هيطول برده، فيعني انا يمكن جبتهم هنا على اساس ان المكان ضيق شويه علشان اخرج البط مكانهم وافوق لهم شويه. هو اي نعم كان في بطه هنا بتنام يا جماعه، قصدي بتبيض، كانت بيضه لها 4 بيضات هنا. فانا من يوم ما عملت لها العدايه اللي شايفينها قدامكم ديت، فهي ما شاء الله عادت بتبيض عليها على طول، والفراخ عادت بتبيض في مكانها. تمام، عشان بس السؤال ده كان السؤال. تعالوا يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونلم البيض النهارده. هو طبعا يمكن البيض قليل النهارده يا جماعه، علشان زي ما قلت لكم قبل كده ان في فراخ معظم الفراخ كلها بتطير فوق العشه. هنسيب دي رقوبه بقى هنا، هنسيب دي رقوبه عشان تبقى الفراخ عارفه المكان بتبيض عليها على طول.
زي ما قلت لكم يا جماعه الفراخ يمكن معظمها بتطلع عش، ان شاء الله برضو هعمل لكم حلقه عليها. يلا تعالوا نسمي الله ونشوف هنا البيض بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجردل الثاني يا جماعه اللي الفراخ بتبيض فيه، ما شاء الله. يمكن انتوا لو ملاحظين البيضه ديت دي بصفارين، زي ما قلت لكم يا جماعه في الحلقه اللي فاتت، يعني كل كام يوم كده الاقي كام بيضه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفينها ما شاء الله قد ايه. كان هنا بيضة بطة صغيرة كده زنقت عنقود، شكل الفراخ كده يعني كسروها او ودوها فين مش عارفة. يا جماعة الفراخ بتبقى خير في البيت، يعني انا نفسي كله يربي. خلاص هنسيب دي كده رقوبة هنا بدل اللي ضاعت او اتكسرت معرفش. ده البيض يا جماعه اللي احنا جمعناه من تحت الفراخ من المكان دوت والمكان دوت. فده بقى كانت الحلقه بتاعتنا يا جماعه، وان شاء الله برضو هنطلع ندور فوق كده، يمكن ربنا يكرمنا ونلاقي جحر بيض ولا حاجه. ده كان الحلقه بتاعتنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.